رأيك في لعبة النقط؟ الحجلة. شفيق يقول اسرق الله. العجول نائمة، قروش وأسماك، غرق الغواصة، ملوك وملكات، ماجون. واو، لم ألعب هذه من قبل. ما اسمها؟ اسمها لن ألعب معك أبداً. سأخبئه بهذه اللوحة الجميلة. ممتاز. لن أرتب هذا المنزل في الوقت المناسب. سبونج باب، منذ متى وأنت تتجسس علي؟ في أي يوم نحن؟ اليوم الذي ترحل فيه ولا تعود. لكن يا شفيق، إذا رحلت كيف سأساعدك في ترتيب منزلك من أجل العرض؟ كيف عرفت هذا الأمر؟ تجسست عليك. هل تريدني أن أبلغ الشرطة عنك؟ حسناً، لا بأس، لكن إذا أخطأت ستخرج من هنا، فهمت؟ فهمت جيداً يا سيدي القبطان. صباح الخير يا مقرمشات السلطة. بسيط، مستعد لليلتنا المهمة في الخارج؟ نعم، ستكون مدهشة. مستعد أن تشعر بالجنون؟ أسمع أصواتاً بالفعل. مستعد أن سبونج باب، بسيط، هل تسمحان لي؟ هيا نكمل هذه المحادثة على انفراد يا بسيط، فهناك بعض الناس يستمعون لنا. تصرف وقح من بعض الناس. حقا، سلطع برجر هذا أكثر الأشياء المقززة. عفن، سيء الإعداد، كريه، إنه بلا مذاق. سمعة سيئة لأي شطيرة. أسوأ شيء في حياتي تذوقته أو ابتلعته. لكن أكره سلطع برجر هذا، وأتمنى لكل من يأكله أن يذهب إلى قبره قبل موعده. قبل موعده، فهمت؟ سبونج باب. أهلا شفيق، أنجزت مهامك؟ لا، لم أفعل، لقد تذكرت. أريد فك هذه العملة الورقية. هل تريد 4 عملات؟ أم 10 أم 20 أم 100 قرش؟ أم عملة وثلاثة أرباع وسبع عشرات وعشرة قروش؟ أو إذا أعطيتني. حسنا، باي باي. سبونج باب، أين عصير ليمون؟ فورا يا شفيق. سبونج باب، سبونج باب، لماذا لا ترتدي الزي الرسمي؟ لقد تأخرت في المجيء. تفضل يا مولاي. لا أستطيع شرب هذا. لماذا؟ هل أنت أعمى؟ انظر إليه. ماذا به؟ ثمرة الليمون فيها 3 بذور. هذا رقم فردي، لا أتناول أي شيء فيه رقم فردي. حسناً، سأخرجها. لا، لقد نوثته ثمرة الليمون بالفعل، هذا لن ينجح. هذا الإزعاج يعكر مزاجي جدا. أنتما، أنا أريد بعض الهدوء. أريد بعض الهدوء، أريد الاستجمام. هل يمكنكما أن تعيشا سنكما الآن؟ حسنا، تصرفا كالأطفال طوال حياتكما، لا يهمني، وأنا سوف أعود لحياة الكبار. اخفضا صوتيكما. شفيق، لقد نجحتم، أخذتم فرصتي الوحيدة للسعادة ودمرتموها، حطمتموها قطعا صغيرة. كنت أتوقع منكم ما هو أفضل. يبدو أنني فشلت في هذا كذلك. لا تذهبوا إلى النادي غدا، سأخبرهم أنني قتلت في حادث موسيقي. أشكركم على لا شيء. على الرحمة. تحتاج مساعدة؟ ماذا تفعل؟ أعد سلطع برجر. ستفقد عقلك، ألا تعرف أن هذه الجائزة مجرد خدعة؟ أرجوك لا تخبر مستر سلطع، ستؤذي فرصتي في الفوز بالجائزة. قلت لك من قبل، هذه الجائزة مجرد خدعة. غير صحيح يا شفيق، مثل هذه القبعة، الجائزة رمز.
إنها رمز حماقتك. آه لا يا شفيع لا. وهذا رمز رأيي في جائزة موظف الشهر. دائما يحتفظ الموظف الخبير مثلي بقالب طوب في قبعته. أقول لك للمرة الأخيرة، هذه الجائزة مجرد مزحة. استيقظت من نومك؟ جئت في الوقت المناسب للاستمتاع بمباراة ودية للجولف المنزلي؟ لن أستمتع بأي شيء ودي أو غير ودي مع أمثالكما، وحالياً أنا في طريقي للعودة للاستمتاع بالنوم العميق أثناء النهار. لكن حدنا لك تمثالاً من الزبد عند الحفرة رقم 5. لا يهمني، أنصت إلي، أنا لن أسمح لأحد أن يوقظني ثانية، وإذا حدث هذا أنا سوف تنضم إلينا. احرص على ألا يتكرر هذا وإلا. أخبرني، أهدأت أعصابك؟ لا، هذا مهدئ للأعصاب. يا إلهي، سأنقذك يا شفيع. شفيع، هل أنت بخير؟ هكذا أمضغ أمضغ ثم ابتلع. هذا أفضل. أفضل؟ كنت بخير إلى أن قذفت هذا الطعام السيء داخل حلقي. لقد اضطررت. من الخطر أن تعزف آلة موسيقية بشكل سيء في البرية، قد تجذب دبا بحريا. الدب البحري؟ تعني الدب الذي ليس له أي وجود؟ كيف تقول هذا؟ ليس له وجود، إنها مجرد أسطورة. لا يا شفيع، الدببة البحرية لها وجود، هذا مكتوب هنا في الجريدة. تزوجت دبا بحريا؟ نعم، ومجلة العلوم المزيفة. الدببة البحرية والأساطير حقيقية؟ هذا أسخف شيء قرأته في حياتي. حسناً، قد يكون سخيفاً لكنه أحمق أيضاً. بسيط محق يا شفيع، هذا أمر لا يستهان به. يجب أن أخرج من هنا. انظر يا بصير، قرر شفيع أن ينضم إلينا. نعم يا شفيع، أغمض عينيك قليلا، كل شيء وكل شخص واضح أنه مقزز. نعم، قنبلة الكولا. أطلق على الهدف. هل يمكن أن تصمت قليلاً أيها الأحمقان؟ أهلاً يا شفيع، كيف حالك؟ فظيع، لم أنم منذ 3 أيام. أي هذا رائع. إنه ليس رائعاً. لدي تجربة أداء هامة للغاية مع أوركسترا قاع الهامور صباح الغد، وأنا محطم عصبياً. لماذا لا تسير قليلاً؟ تنجح معي. هل تعرف؟ عادة أقفز وأصرخ عندما تظهر هكذا، لكني متعب جدا، وسأقبل نصيحتك الغبية. عشرون عاما من العمل الدؤوب حتى اكتملت شجرات القزمة. يا إلهي، ما هذا؟ فاتتني بقعة. ما عليك، ستكونين رائعة، ستكونين رائعة مثلي. انظر ماذا فعلت. لا. يا شفيع. ماذا؟ من قال هذا؟ أنا شجرتك القزمة يا شفيع، هل حققت لي أمنيتي الأخيرة؟ بالطبع. ما هي؟ انتقم لي. انتقم لي؟
أريد المزيد. تريد المزيد؟ سبونج بوب أيها الأحمق، لقد دمرت شجرة. لنذهب إلى ساندي. هل أعطيتني البطاطس يا سبونج بوب؟ آسف يا بسيط، لم يعد لدينا. يا للحظ، ماذا سأفعل بكل هذه الصلصة الآن؟ بسيط، ماذا تفعلان هنا؟ ننتظر مشاهدة شروق الشمس مع في وقت الفجر في غرفة نومي. نأتي هنا كل صباح. أنتما تتسللان إلى منزلي كل صباح. إنها تسليتنا المفضلة. الذكريات التي نحملها في هذه الغرفة نفسها ستجدها في كتاب الذكريات. ها نحن في عيد الاستقلال، وهنا في عيد الحب. كنت وسيما هنا. ما خطبك يا شفيع؟ هل تتذكر ما قلت لك عما يحدث لعقلي في كل مرة أراكما؟ وقت القصة. هلا قرأتها يا شفيع، أتوسل إليك. عندما يرانا شفيع تتكون السحب الرعدية في عقله، وتهب عاصفة رعدية مخيفة، وتضطر غدة شفيع للسعادة إلى الاختباء في خبايا عقله. لكن غدة السعادة لا تجد خبايا عميقة بما يكفي، فتصاب بنزلة برد. ولهذا لا أريد أبدا، مهما طال بي الزمن وحتى إذا عشت إلى الأبد، لن أبدا أبدا. وبعد 3 ساعات، ومن صميم أعماق قلبي أعرف أنني لا أرغب في رؤيتكم مرة أخرى وحتى نهاية العمر. شفيع، ماذا؟ شكراً على مشاركتنا هذه اللحظة. اخرج من هنا. سبونج بوب، أنهيتها؟ لا، طفح الكيل، طفح الكيل. مهما خطرت لي أفكار سيئة، لن أذهب إلى هذا المطعم. هل أنجزت المهام؟ 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 هذا المهام؟ هل أنجزت المهام؟ هل أنجزت المهام؟ هل أنجزت المهام؟ لا لا، أنجز هذه المهام ولن أنجزها أبدا. كف عن التحقيق معي، أعرف إلى ما تخطط. إرغامي على العودة كلما أفسدت الأمر. لم أفعل. حسنا، ربما لم تفعل بعد، لكن ستفعل، ستفعل. وإذا فعلت سأتي إليك، سأتي إليك. حسنا، بداية سأكلفك بمهمة بسيطة، مهمة ينجزها أي شخص بلا عقل بنجاح. هذا جيد، لأنني أعرت عقلي لبسيط في العطلة. حقا؟ لا، ليس حقا، لقد أعطاني شوكولاتة في المقابل. لا يهمني، أريدك أن تطوي هذا الجزء من الجدار بهذا الطلاء، لا تلمس أي شيء آخر. حسنا. جباب، ما هذا الصوت؟ اسلخني حيا وارميني في الزيت المغلي. ما الذي فعلته بغرفة العيشة؟ طلبت طلاء هذا الجزء فقط. الجدار كله يحتاج طلاء. لا عليك، قد لا يظهر هذا على التلفاز. هيا فلننقل هذه الأريكة. أمرك يا شفيع، سننقلها إلى أين؟ انظر، أحاول أن أحكم قبضتي عليها. والآن لا تتحرك قبل أن أقول. حسنا، إنها فوق قدمي. أفعل. حسنا. سبونج بوب، قلت لك لا تحركها قبل أن أقول. لما تصر على تحريكها؟ لإصرارك على قول. لا أحتاج إليك، يمكنني نقلها وحدي. انظر.
لقد كسرت الأريكة نصفين، سيكون من السهل نقلها. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. حسناً، على الأقل جعلت ساعاتي الأخيرة سعيدة. أنا شخص طيب. شفيع، انظر إلى هذا. كنت أعتقد أنك أنت شفيع، لعبنا هذه اللعبة من قبل. لماذا ما زلت هنا؟ بما أننا فرغنا من القائمة، أعددت واحدة جديدة. ملأت هذا الكتاب بالأفكار، سننجزها في شهر يناير. انسى هذا الكتاب. قضيت معك اليوم كله أقوم بأشياء سخيفة، لأنك كان يجب أن تنفجر. تريدني أن أنفجر؟ نعم، هذا ما كنت أنتظره. سأحاول. سريع، ستنهي الحلوى كلها وستعجبك. دورك الآن. ليس هذا ما عنيته أيها الأحمق. أحسنت. لا، كان يجب أن تتمزق مليون قطعة. لماذا أفعل هذا؟ لأن الفطيرة كانت قنبلة. أية فطيرة؟ التي تركتها على المائدة هذا الصباح، التي اشتريتها من القراصنة ولم أكن أعرف أنها قنبلة وأنت أكلتها. هذه الفطيرة. فطيرة؟ تعني هذه الفطيرة. كنت أحتفظ بها في جيبي حتى نتقاسمها لنأكلها. أوبس. هيا يا سبونج باب، أمسك الباب وحطم وجهي مجددا. فعلتها مصادفة في المرة الأولى. لن أؤذيك عمدا. من مصلحتك أن تؤذيني قبل أن أؤذيك. حسنا، لا بأس. لا تدخر قوة يا سبونج باب، أريدك أن تضربني بقوة. فقد تذكر يا شفيع، سيؤلمني هذا أكثر مما سيؤلمك. حسنا، دعني أتذكر هذا. لم أكن مستعدا. هل يمكنك أن تنتظر يا انتظر، بدأت تبدو مثل شكلك القديم. لا، ما زلت وسيمة. لم ينجح بعد، ربما لم أضرب بعنف. انتظر لحظة، دعني ألتقط. شفيع، أنت الآن أكثر وسامة، والجمهور سيجن. حسناً يا سبونج باب، أنت الذي أوقعتني في هذا المأزق، وعليك أن تخلصني. لا أعرف يا شفيع، سأفكر في شيء. أحتاج فقط أخرجني من هنا. شفيع، احترس من الحذاء. أحبك مهما حطمت وجهك عشرات المرات. ليت كان لهذا الكلام معنى. احتفظ بالقبعة والامتنان، ليس لدي ما أشعر بالامتنان من أجله لأنني جارك. شفيع، عليك أن تستعين بفني سباك. هذا كله بسببك. لا عليك يا فتى، سأساعدك. لا، لقد ساعدت بما يكفي، لا أريدك أن تساعدني بعد اليوم. لا مشكلة يا فتى. الآن هذا وجه مضحك. شفيع، أخيرا فهمت القواعد. أنا فهمت القواعد فعلا. القواعد هي ألا يهم ما يحصل عليه أي شخص. يمكنك أن تصنع كل ما تريده، إذن يمكنك أن تدحرج المرضى وتقول الفائز. شفيع، أحسنت، لقد فزت. لعبة جيدة يا شفيع. أنتم محقون، كانت لعبة جيدة. ليس سريعا. لا يمكن لأي لاعب أن يعلن فوزه تلقائيا. فعلتها ثانية، اخترعت قاعدة
هذه أسوأ لعبة غبية. تدمير ممتلكات خاصة. أوه، وأرى أنك تكرر المخالفة، ستذهب إلى سجن حقيقي. أي شيء حتى أخرج من هذه اللعبة؟ شكراً أيها الشرطي. مرحباً بعودتي. ليقل أحد اسمي. ماذا تفعلان؟ من المفترض أنكما تحطمان عقليكما. وقعنا معاهدة سلام، أنت محق، القتال للأطفال. لا لا، خدعتكما، إنه للكبار أيضاً. أعطيني معاهدة السلام هكذا لتستمر الحرب. هذه ليست معاهدة السلام، إنها نسخة منها. اسمع، تستسلمان بسهولة. والآن بسيط، تخيل أنني سبونج باب. ومن أنا؟ أنت بسيط. هل أكون مستر سلطة؟ لا، انتظر، لماذا؟ لأنه قائد. هل صمت قليلاً؟ لا تتحدث إلى مستر سلطة هكذا يا شفي. أنا سبونج باب، أنت بسيط. الآن ماذا ستفعل؟ بسيط، لماذا لم تضرب سبونج بوب؟ قلت إنك سبونج بوب يا سبونج بوب. هذا صحيح يا شفيع، عود إلى العمل. يا ربي، أين سينتهي بنا المطاف؟ لنكن إنني أنا شفيع، تسهيلا للأمور على الجميع، صرت طرفا في هذه الحرب. الآن إذا كنت في الحرب، أين حصنك؟ ليس لدي واحد. حسنا، يجب أن يكون لك حصن. الحصون تفوز بالحروب. حسنا، تريدان حصن؟ ها هو الحصن. هذا حصن صغير يا شفيع. لا بأس يا بسيط، إنه مجرد عرض. الآن إنه محق، هذا الشيء لن يحميك، إنه ضعيف. صدقاني، لا بأس منه. رأيت إنه صغير. حسنا، ليس إذا قرفصت، لم تعطيني فرصة حتى أقرفص. رأيت في الأسفل أنا مكشوف. هل لا توقفت معه عن رمي كرات الثلج؟ لماذا فعلتما هذا؟ التجهيزات. هذا هو الجزء الأول من المراسم. أية مراسم تقصدان؟ مراسم الدفن. أنا لا أريد أن أدفن، أريدكما فقط أن تنجز هذه المهام. هل نظفتما غرفتي؟ نعم. حقا؟ سأتأكد بنفسي. حسناً، أدخل. هل جننت؟ لن أدخل في هذا الشيء. نريد أن تركض في سلام. أنا لم أقل شيئاً كهذا. هيا اخرج من منزلي. حسناً. والآن ماذا؟ كتبت هنا يرقد شفيع، قد لا تتذكرونه، لكن مستر شبح، هل الحفرة تكفي؟ سبونج باب، كف عن هذا. أوه، انظر المعزون. يا شفيع، جئنا جميعاً عندما سمعنا نبأ وفاتك. سبونج باب، هل تحاول أن تضعني في مستشفى المجانين؟ لا، في هذه الحفرة. سبونج باب، يجب أن أعترف لك بشيء. أنك أصلع؟ لا، لست أصلعاً، أنا حي. تخلص من بلاط القبر وأخبر أصدقائك أن يعودوا إلى منازلهم. لا، هيا اذهبوا. لكن أنا سيدي. أنا لست سيدك، أنا جارك. قدم لي خدمة وتوقف عن تقديم الخدمات لي. كما تشاء يا سيدي. سبونج باب. شفيع، لن تذهب لأي مكان. سألقنك درسا لن تنساه حين أخرج من هنا. دعني أخرج. حسنا، سأمر عليك بعد العمل. سبونج باب، سبونج باب. والآن سأستريح، لا أريد أن أبدو مرهقا في صورة موظف الشهر. شفيع سيبقى في مكانه. سبونج باب، أيها الـ سلطع برجر.
سبونج فاشل. لا لا انتظر، ليس الأمر كما تظن، هناك سوء تفاهم كبير. يجب أن تعرف، اسمع أقول لك. تحب سلطة برجر صح يا شفيء؟ نعم نعم أعترف يا سبونج بوب، أحب سلطة برجر، أحب. كنت أعرف يا شفيء، لا أحد يقاوم سلطة برجر. شفيء كم شطيرة تناولت؟ شفيء أهلا بالشمس. يا له من صباح جميل، إنه ممتاز. للخلف، الخلف، الخلف. حسناً، هذا جيد، ممتاز. منزلي، ماذا حدث؟ سبونج بوب بسيط، ما الذي يجري هنا؟ ماذا فعلتما؟ انظرا ماذا حدث للحديقة المسكينة. حديقتك؟ مولاي يبني عجلة دوارة. عجلة دوارة؟ أعرف، إنها رائعة. لا ليست رائعة، إنها رهيبة. طفح الكيل، توقفوا يا أهل قاع الهامور، توقفوا توقفوا. بسيط ليس ملكا، انظروا إليه، كيف يكون هذا الأحمق ملكا؟ أنت هل تصدق أن نجم البحر الأحمق هذا يمكن أن يكون ملكا؟ ملك الحمقى ربما. هي البطة التي طلب مني مستر سلطع شراءها. انتظر حتى يعرف مستر سلطع أنك مرحاض. ستفقد عقلك يا شفيء، اهدأ. إذا تركت الأمر يزعجني سأعود راكضا إلى مقرمشات سلطع، وسأندفع من الباب الأمامي إلى الصداع الأصفر سبونج بوب، وسيقول لي: أهلا شفيء، هل أنجزت المهام؟ أعرف أنك هنا. إنه يتجه نحو المطعم. سأسبقه إلى هناك. أوقعت بك يا سبونج بوب. هاي ضع بعض الملابس، ستنكشف الحقيقة. انطلق يا شفيء. حسنا يا مستر سلطع، يجب أن تستريح، وإذا شعرت بالتعب عد إلينا. شكرا لك. سبونج بوب لن تهزمني. أمسكت بك، لم تتوقع أن أعرف أنك كنت نباتاً خارج نافذتي أو مرحاضاً في حمامي، ثم دخلت في حوض الاستحمام ثم سبحت في المصرف وسبقتني إلى هنا إلى المطعم. هل هذا يعني أنك؟ نعم يا سبونج بوب، لقد أنجزت كل مهامي. بهذه الأداة سأبتكر تحفة فنية. يا ربي. إيه، انتظر، شيء آخر. هذا هو الفن. ما رأيك يا شفيء؟ حاول أن تستوعب الفكرة، خذ وقتك. يبدو أن الحماس بنجاح الفني أكثر مما يتحمله شفيء. حسناً إلى القمامة. لقد جئت من أجلي. ما هذا؟ من المسؤول عن هذا؟ من الآن هذا هو المسؤول.
طاب يومك يا سيدي. أنت أعظم فنان في تاريخ البشرية.